اسمي ديالي هناء مصباح، طالبة في الثانية بكالوريا شعبة العلوم الفيزيائية خيار فرنسية، حاصل على أعلى معدل في مديرية طنجة أصيلة بمعدل 19.15 كمعدل عام في سنة ثانية بكالوريا، و 18.83 في الوطني، 19.25 في امتحان جهوي. مرحبا بكم في الدار ديالنا. اليوم كنتقاسم الفرحة مع العائلة ديالي. اللحظة اللي قالوا لي بأني حصلت على أعلى معدل في مديرية طنجة أصيلة تفاجأت، حيت ما كنتش متوقع أنني نحصل على أعلى معدل. كنت متوقع أنني نحصل على 19 في كمعدل عام في الامتحان الوطني، لأنه كان هدف ديالي وكنت حاطاه قدامي من بداية السنة، والحمد لله قدرت نحققه. لكن حصول على الرتبة الأولى في المديرية كان مفاجأة بالنسبة لي. أنا ماما ديال هناء، فرحانة الحمد لله بهذا النقطة اللي جابت لي، وشرفت بينا وبالأساتذة ديالها والعائلة ديالها، وأنا راضية عليها من السماء للأرض، والله يحفظها لي. من اللي سمعتي الخبر كيفاش؟ كنبكي كنضحك، فرحت بزاف والله. وانا كنت سايقه فيها، كنت مرتاحه، واحد الراحه كبيره، نستنى غير ديك اللحظه وصافي، وانا فرحانه بها الحمد لله. شنو بغيتي تشوف؟ شي حاجه ان شاء الله كبيره في خوتها كاملين، ماشي غير هي. صفاء، عماد، طه. استعداد الامتحان الوطني بديته من بدايه السنه. الدرس اللي كنت كنقرا كنت كنخدمو، ما كنتش كنخلي الدروس انهم يتراكموا عليا. كنت كنحاول الحاجه اللي قريتها في النهار نمشي نعاودها في العشيه، ندير عليها تمارين نفهم، الا ما فهمتش حاجه كنحاول نقلب عليها في الانترنت ونسول الاساتذه ديالي. بسم الله الرحمن الرحيم، اولا مرحبا بكم عندنا، واخا برات كرفصتوا علينا وتكرفصوا علينا حتى اليوم ماشي مشكل، وقبلوا علينا. وكنشكر الاساتذه، مرحبا بكم عندنا، والجيران ديالنا مرحبا بكم عندنا. ولا هنا نقول نقول لا هنا، ما بقاش نقول بنتي دابا. واش غادي نقول لكم؟ انا هادو من البدايه ديالهم الحمد لله، من الابتداء الاول الى النهايه باقي كنديهم. هي اختي دابا في الجامعه كنديها، ونجي وقتها كتسالي وكنت ناتها كتخرج. هذا الحمد لله، هذه عهد على ظهري، مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه، والحمد لله هي ماشيه. كان الاساتذه ديالي كيعاونوني في المدرسه، كانوا بعض الاساتذه كنعرفهم، تما خارج ماشي من الاساتذه ديالي كيقراوني في الليسي، تما كانوا كيعاونوني. والاساتذه ديالي بالطبع ديال الليسي كنحاول انني نتبع الدروس ديالهم، الحاجه اللي قريتها كنحاول انني نراجعها، الا كانت عندي شي اسئله كنجمعها، وكان يعني كنصدعهم بزاف. كنت دايما كنصدعهم بالاسئله، ولكن الحمد لله ما كان حتى شي استاذ كيحاول يقمعني، دايما كانوا كيجاوبوني على الاسئله ديالي، وكنشكرهم من هذا المنبر بزاف. في الحقيقه النتيجه اللي حصلت بها عليها هناء هي نتيجه مشرفه، وهي فخر لنا كاملين. وبالتالي يعني باسم اطر ثانويه بئر انزران واساتذه بئر انزران كلهم جميعا، سواء اللي قراها المواد ديال الجهوي او المواد ديال الوطني، كلهم فرحانين وكيعبروا على السرور والفرح ديالهم بهذه النتيجه اللي حصلت عليها هناء مصباح. وفي الحقيقه هذه النتيجه هذه ما جاتش من فراغ. تلميذة هناء مصباح مثال ديال التلميذة الخلوقة النجيبة، مثال ديال التلميذة اللي عندها إصرار اللي ما كيساليش. أستاذة إلا عطونا هذه هي ولات كتخترع أسئلة اللي هي ما كايناش. هذه لطيفة عمر ما نساها مع هناء، قلت لها هناء على رسلك بنتي، صافي راه ساليتي كل شيء، خدمتي كل شيء، ما كاينش. يعني كنشوفو هنا بعدا، اصلا كنت كنشوف غير عينيها هذا العام كامل، عمري ما شفتها، ما كاينش غير البافيت، ما كاينش، عاد ولينا كنشوفو الوجه ديالها. والحمد لله يعني حتى الا وصلت لهذا الشيء هانئه، راه مجهود اللي هو متواصل وهذا. وفي الحقيقه فرحه لينا والله الا في حالي وحده بناتي، والحمد لله على هذا التتويج. لا الوالده هاد العام ما عاودت في والو،
الوالده في العام معه انت في ولاته هذا العام كنت ما فيا العام الجاي ان شاء الله رد لي رد لي تبع انا نراجع بوحدي حيت فاش كنراجع بوحدي كنركز الا كانوا بزاف انا كنراجع مع بنات بزاف ما كنقدرش نركز خصني نبقى مثلا الا شي وحده سولتني شي سؤال نمشي ونجاوب على السؤال ديالها ونسى داكشي اللي كنت كنقرا داكشي كيعجبني انني نراجع بوحدي في اللي ما حلفهمش لحد في الدوره العاديه كنقول لهم باللي باقا عندهم فرصه ثانيه وانهم يستسلموش ويحاولوا انهم يستمروا وانهم يقراو هذه المده اللي بقات ما بقاش بزاف وان شاء الله ينجحوا حتى هما يحققوا الاحلام ديالهم. الحمد لله تحصلت على 20 في امتحان الفيزياء في الوطني، امتحان اللي تشكوا منه بزاف ديال التلاميذ اللي قالوا ماشي ما كانش في المستوى، هو في الحقيقه كان في المستوى وكان خصو يعني فريمون اللي خدام ضروري كان غادي يجيب النقطة. أنا ساليتو في 45 دقيقة قبل الوقت ديال الامتحان. الله يبارك فيك. ومن هذا المنبر بغيت نشكر الأستاذة ديالي أستاذة فاطمة أستاذة مادة الفيزياء اللي عاونتني طيلة هذه السنة. كل شيء خرج كيغوت على الفيزيك، الفيزيك كان هذا العام فريمون الفيزيك هذا العام طاح ماشي طاح قاصح ولكن طاح مغير على هذه واحد مجموعة السنوات، كان واحد النمط ماشيين فيه وكانوا العوامل مولفين على داك أنك يخدموا بزاف لي زيكزيرسيس، ولكن ماشي هذا هو مربط الفرس، ماشي هو أنك تخدم بزاف لي زيكزيرسيس، أنك تفهم كل هذه الأشياء، كتقرا واحد الحاجة كتقرا الدرس قبل ما كتجي للقسم محاضره لي كيسيون ديالها وكتبقى استاذه هادي استاذه هادي كنا شحال الدرس ديال مثلا أولا الحصة ديال ساعة ونص ولا كنعملوا فيها الدوبل ديالها، ولكن الحمد لله ملي كتجبر بحال هذا النوع ديال التلاميذ كتشجع باش تعطي احسن. ومن هذا المنبر بغيت نشكر الاساتذه ديالي والوالدين ديالي وجميع الاطر الاداريه والتربويه ديال ثانويه بئر انزران العموميه، لانه هذا النجاح ماشي نجاحي بوحدي ولكن هو النجاح يعني ليهم كاملين وجميع المغاربه. القصه ديال الباك سالات ولكن الحياه الحقيقيه هي اللي بدات دابا، يعني دابا عاد خصنا نشوفوا المدارس اللي خصنا ندفعوا ليهم شنو يعني المسار الجامعي اللي غادي نتبعوا فيه الدراسات ديالنا مور البكالوريا، ويعني خصنا ان نحاولوا في هذه المده نستعدوا مزيان للمباريات باش ان نجتازوها مزيان وندخلوا المدارس اللي بغينا. وفي هذه المده انا مور ما دوزت الامتحان البكالوريا حاولت انني نرتاح واحد المده ديال اسبوع، ودابا بديت استعداد لاجتياز المباريات. دفعت لجميع المدارس اللي كاينه في مدينه طنجه وبعض المدارس اللي كاينه في المدن الاخرى في المغرب، وغنحاول نركز على لينسا والمباريات ديال لينسا ولينام، كنحاول نوجد لهم دابا مزيان حيت يعني كنطمح انني ندفع لهاد المدارس واللي فيهم بعض التخصصات اللي كيعجبوني بزاف منذ الطفوله ديالي، خصوصا التخصص ديال الذكاء الاصطناعي. ومن هذا المنبر بغيت نشكر واحد الاستاذ اللي عاوني في هذه الفتره، استاذ عادل كنبغي نشكره بزاف، واستاذ عبد الله حتى هو استاذ العلوم حياه والارض اللي عاوني بزاف في هذه الفتره ديال استعداد المباريات المدارس العليا، بغيت نقول لهم شكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.